من أكتر الموضوعات اللي بتشغل الأهالي على السوشيال ميديا مع بداية دخول الدراسة هي المشاكل الخاصة بالأطفال اللي عندهم طبعاً صعوبات في التعلم أو حالات تأخر الكلام، وخصوصاً لو كانوا الأطفال دول داخلين المدرسة لأول مرة. هنا بيكون عند الأهالي مليون سؤال في دماغهم وحاجات كتيرة جداً بيكونوا عايزين يعرفوها عشان يقدروا يساعدوا أولادهم إن هم يكونوا قادرين يتعاملوا بشكل طبيعي مع التعليم. عشان كده هيكون معانا النهاردة في الاستوديو شاهين أبو الحمال، صاحبة بيج جرو وندر. ازيك؟ ازيك يا ريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. وانا كمان جدا جدا. اول حاجه دايما هسالك عليها هو ازاي جات لك فكره جرو وندر؟ طيب مبدئيا انا شهند ابو الحمايل، انا ام لطفلين، عز الدين هو بطل حكايتي كلها، وعمر طبعا اخوه الصغير وكده. واكشولي الموضوع كله ابتدى، انا مش بتاعت السوشيال ميديا خالص كنت بقول لك تماما، بس كان دايما كنت محطوطه في حته ان عشان انا اوبن قوي قدام الناس ان انا عندي ابني عنده كيس وكده، فالناس كانت بتيجي تسالني دايما عشان اروح فين، طب اعمل ايه، طب اروح لعند السنتر ده ولا السنتر ده، اروح لانهي دكتور. فابتديت اقول طيب واي نوت ان انا اشارك رحلتي مع الناس وفي نفس الوقت اقدر اساعد اكبر عدد ممكن اقدر اساعده، سبيشلي ان كل التركيز دلوقتي على السنترز وكده، مش هي انا عايزه اكتر اوصل هارت تو هارت مع البيرنتس، من القلب للقلب، من القلب للقلب. فابتدينا البيج وعندنا افكار كتيره قوي نحاول نساعد بيها الاهالي، وعايزين نغير حاجات كتيره قوي. يعني ابتدينا نتكلم مع ناس ثانيه انه احنا طب ازاي نقدر نغير نظره المجتمع، نظره الاهالي لبعض، بنسميها تنمر بس ممكن تبقى نابعه من جهل البيرنتس عامه او الاهالي نفسها. وساعات كمان بيبقى في غير التنمر اللي هو كانه شفقه، شفقة وده بيحصل كتير جدا، وناس كتير جدا جولنا هنا في الاستوديو قالوا لنا ان ده كمان برضو غلط، بيضايق من الناس اللي حواليهم، يعني بيضايق الاهل وبيضايق الطفل، والطفل بيبقى حاسس مهما كان الطفل صغير بيبقى حاسس ان هو مختلف. الفكره ازاي ان احنا ندمجه في المجتمع اندماج صحيح، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. واكتشولي ده اللي كل اللي معايا ابتدوا يساعدوني على دوت، انكلودنج اهلي انكلودنج جوزي طبعا، لانه لازم حسينا ده جدا. يعني انا مريت بتجارب مع اهلي تانية، كنت انا بحس بده منهم وكلام اتقالي ما كانش لطيف، زوجي برضو حصل له نفس الكلام، فقلنا لا احنا لازم نعمل حاجه تبقى نغير بيها اللي موجود دلوقتي. ومن هنا جت جرو وندر. طيب سؤال يمكن يكون غريب شويه، انه هو زمان كان في فعلا صعوبات تعلم والناس ما كانوش بياخدوا بالهم منها، ولا دي حاجه ابتدت تظهر يعني بشده في الفتره او السنين اللي فاتت؟ هو الاضطراب according to researches يعني اللي موجودة برا من 1960 ابتدوا يكتشفوا ان في حاجة مختلفة، واكتشفوه في الكبار قبل الصغيرين. بس بتطور التكنولوجي، بتطور العلم، بتطور العلم الطبي للمخ، ابتدى الناس تلاقيه ان هو الاعداد عمالة تزيد. كان ممكن يبقى موجود من زمان، بس الجينز كمان بتتغير، الجينات كلها بتتغير، بيحصل ميوتيشن. في ناس بتقول انه بسبب الكوفيد ممكن يبقى هو ده كان السبب، في ناس بتقول بسبب التكنولوجي. لحد دلوقتي ما فيش ديفينيتيف انسر ليها هو ليه بيجي منين، هي انون. الاضطرابات ديت اضطرابات في الجهاز النمائي في المخ، فهو ما فيش حاجه نقدر نقول هو ده سببها ان الاعداد بتزيد. بس من خبرتك تقدري تقولي هل في اطفال بيتولدوا كده؟ يعني فكره انه احنا اصلا بنسيب ولادنا كتير قدام الشاشه وقدام البلاي ستيشن وقدام الموبايل، ده مش شرط يكون هو اللي بيعمل كده، بيساعد بس بيساعد ان هي تظهر اسرع، بيساعد ان هو الطفل ينطوي على نفسه اكتر، بيساعد انه ممكن ما يقدرش يبقى عارف يتكلم، ما يبقاش عارف يعرف يتكلم مع حد او يبقى في انتراكشن ما بينه وبين طفل تاني. بره بيقولوا لا احنا الاورجنايزيشنز اللي بره بتتكلم انه لا لحد 3 سنين ما فيش تلفزيون، ما فيش موبايل، ما فيش اي حاجه. وبعدين من 3 لـ5 لا احنا بندينا نص ساعه في الاسبوع. طبعا ده ما بيحصلش طبعا، فبحكم بقى الناس الاهالي بتشتغل، بحكم ان بيبقى بنذاكر مع اطفال اكبر، بقى في حاجات كتير قوي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل. انا مش بقول ان احنا هينفع نقلل كله، طبعا اللي بتعرف تعمل كده هي بطله، يعني تو بي اونست هي بطله. دي سوبر وومن. يعني انا حاولت كتير بس بحاول اقلل على قد ما اقدر. تفتكري المده اللي المفروض تكون في اليوم قد ايه تقريبا؟ بصي اللي اتقال لي من الاخصائيين بتوع عز ان هو ماكسيمم 20 دقيقه، ماكسيمم تتقسم بقى زي ما هي تتقسم،
بس برضو بتبقى غصب عن الواحد ان هو ممكن تطول. يعني انا مش ببقى عايزه اجي على الامهات قوي، لان ديفينتلي في اوقات كتير قوي دكاتره يقول لك لا انت يا ام انت المفروض تعملي، بس ما هو الام دي عندها حاجات تانية بتعملها وفي نفس الوقت عايز تخلي بالها منه. فيعني انا بحاول على قد ما اقدر استيك ليها، بس ديفينتلي ممكن ما تحصلش. في اي سن ممكن نقول ان الطفل ده متاخر في الكلام؟ بداية يعني من سن كام تقريبا؟ بصي الدراسات بتقول ان احنا من 12 ل 18 شهر بيبتدي الطفل يقول عنده حصيلة 50 كلمة. اوكي. وعنده ان هو يقدر يكون جملة من يكون جملة من كلمتين. اوكي. من سنتين لسنة لثلاث سنين او ثلاث سنين ونص احنا بنتكلم في جملة من ثلاث كلمات، وعندنا حصيلة اكبر في المعلومات، عندنا ادراك اوسع. انا شايفه، وان ده اللي اتقال لي كمان من السنترز لما عملنا الريسيرش بتاعنا، لا انه لازم من بدري قوي لو في حته وقعنا نجري بسرعه على السنتر، ممكن تبقى حاجه بسيطه ونعدلها ونعدي الموضوع خالص. وفي اوقات لا احنا محتاجين شغل اكتر، لان اهم حاجه التدخل مبكر، اهم حاجه قبل سن 3 سنين. لو لحقنا الطفل، ان انا ابني لحقناه واحنا هو عنده سنه ونص. ده برافو جدا. هي بصراحه طبعا يعني فرقت جامد قوي. الجدود اكتر حاجه هم اللي لاحظوا، يعني جدته من عندي وناحيه مامتي وجدته الناحيه الثانيه، هم دول قالوا لا في حاجه ابتدوا الحقوا اجروا. هم دول اللي دايما بياخدوا بالهم من كل حاجه، كل حاجة في الدنيا. عندهم كده عارفه يعني تحسي ان هو عندهم مجلد. بالظبط بالظبط، معروف فيه ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. طبعا انا وهو كان اول بيبي بالنسبه لي، فانا صعب ايه ده، انا ماشي حاضر نجري حاضر. ودي حقيقه ابتدينا، وده اللي خلى كمان من ضمن حاجات عايزه اتكلم معاكي فيها الحضانه مثلا. انا لقيت الجده قالت لي كده، وابتدينا نشوف طب هندور، طب هنعمل، كان الكلام ده بعد الكوفيد على طول. لما دخلنا الحضانه، الحضانه راحت جايبيني في ميتنج مره وقالت لي هند احنا محتاجين عايز يروح سنتر ضروري، عايزين اسسمنت. بس دي حضانه هايله. في فلاج، في ريد فلاج اترفع، في حاجه غلط لازم نلحقها بسرعه. انا بالظبط اخدت مني 10 دقائق، انا بعيط وصرخ وخضه وكده، بس يعني اخدتها بسرعه. لا طب ها قولوا لي هعمل ايه. غير كده بقى في اهالي تانية وانا بشوفها وكنت بتكلم معاهم، لا انا ابني ما فيهوش حاجه، والحضانه مش عايز تعمل شغل عليكم. في حضانات يعني بتستسهل وكده، بس في حضانات تانية عايزه مصلحه الطفل طبعا. عايزه تقول لما تقول لك ان الطفل في ريسك عليه او على الاطفال اللي جنبه يطلع على الكرسي ينط من الشباك وات ايفر، لازم معاه شادو تيتشر، لازم نبقى موجودين. لازم لازم نجيب شادو تيتشر. شادو تيتشر فاهمه، مش حد الام هي اللي تروح تقعد معاه في الفصل، او نجيب بنت خالته ولا بنت عمته تيجي تقعد معاه في الفصل. لا يعني لازم حد يبقى فاهم يوعيه ويعرف يديفلوب الحته دي فيه. فدي اللي انا اكتر حاجه اقول لك، الدينايل بتاع الامهات ده مرعب. مرعب يعني هم انت بتحسي ان الام ممكن تكون حاسه ان ابنها متاخر، ومن كتر ما هي مش عايزه تصدق بيبقى في حاله انكار. بالظبط بالظبط. وده اكتر حاجه تاخر التدخل المبكر. وتدخل مبكر ذكي، يعني اول حاجه بيقولوها اهم حاجه التدخل المبكر. طب تقولي ايه للامهات دول؟ يعني الام اللي عندها حاله انكار تطمنيها ازاي؟ بصي هو في كذا سبب الانكار من اللي انا شفته. اول حاجه انا خايفه انها مش هقدر. اقدر اقول لك ان ربنا خلقنا كستات نقدر نشيل كتير كمان. ربنا ادانا القدره على الحمل والولاده، نقدر نشيل اي حاجه. صح. فدي حاجه. الحاجه الثالثه تقبل المجتمع. الام اكتر حاجه بتخاف منها تقبل المجتمع. لا انا ابني ما فيهوش حاجه. اوكي. بسبب ان هل اصحابه والاهل هيقولوا ايه وهيعملوا ايه؟ ما تديش فرصة لأي حد، ولا يفرق معاكي أي حد. إذا كان دلوقتي أصلاً وهم قاعدين في الفصل بيبقوا قاعدين كلهم في فصل عادي، يعني مش مثلاً في فصل مختلف لمثلاً الناس المتأخرة في الكلام شوية عن الناس اللي مش متأخرة، لا هو كله بيبقى قاعد مع بعضه، بيبقى فيه تقريباً مدرسة بتبقى مع الطفل الشادو تيتشر اللي هي بتكون مختصة بأن هي تاخد بالها عليه أكتر جوه الفصل. هي بالظبط كده. ده هي حتى كمان تسمى دلوقتي بالإنتجريشن تيتشر. ليه؟ لأن إحنا عايزين ندمجه مع المجتمع. بالزبط. انا مش عايزاه يبقى هي لازقه فيه وخلاص، انا ازاي ادمجه مع المجتمع، ودي اهم حاجه. وهنا بقى انا اقدر اطلب منك ان احنا نتكلم بشكل اوضح، ان في مدارس كتير قوي ما بتقبلش الانتجريشن تيتشر في المدارس. فبالتالي عدد المدارس اللي بتقبل، لان هي مدرسه بتكون من بره المدرسه. من بره المدرسه وما بتقبلش كيسز كمان. ده حاجه انا احبها، ان هو ما بيقبلوش كيسز يعني خالص. يعني ممكن مدرسه ما تقبلش ان هي تدخل طفل متاخر في الكلام جوه الفصل بتاع الناس اللي مش متاخره. بالظبط كده.
فبالتالي عدد المدارس اللي بتقبل قليل، فبالتالي الاهالي نفسها تقعد تقول لك طب وانا لا انا مش هقول حاجه وهخليه هم يكتشفوا في المدرسه وخلاص. طب احنا كده عملنا ايه؟ انا مش عايزاه كرسي قاعد، ده حاله الانكار اللي انت بتقولي عليها بالظبط كده. مش عايزه اقعده في كرسي في الفصل وخلاص، انا عايزه اطلع منه اللي هو يعرف يعمله، اطلع منه المواهب المدفونه اللي فيه. فازاي اقدر اعمل ده في مدرسه هو قاعد فيها وخلاص ما بياخدش السبورت المظبوط اللي المفروض المدرسه تديهوله؟ لازم ده لازم تدي مدارس وحضانات تقبل وجود الشو تيتشر وتقبل الاطفال دي. طبعا ده نفسي فيه بصراحه كلنا والله نفسي جدا. طيب ايه الفرق بين تاخر كلام وصعوبات التعلم؟ طيب. وازاي الام تفرق بينهم؟ بصي صعوبات التعلم، اولا انا احب بس اقول لك انا مهندسه كمبيوتر، ده مفيش اي علاقه خالص، مفيش اي علاقه خالص. بس الفكره كلها ان انا درست كتير قوي بسبب عز وفهمت اكتر يعني ايه صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هو اضطراب نمائي اوكي، بيحصل بسبب انه في منطقه معينه في المخ اوكي اللي فيها الادراك، هي دي اللي بيبقى فيها مشكله. صعوبات التعلم بتبقى اكتر ان هو مش عارف يقرا كويس، مش عارف يكتب كويس، ما بيبقاش سببه ان الاي كيو قليل خالص. في منهم الاي كيو بتاعهم قليل، وفي منهم الاي كيو بتاعهم عالي، وفي منهم المودريت، وفي منهم بيبقوا حاجات الاي كيو بتاعهم بيكون واطي فيها، وحاجات تانية بيبقى سوبر عن الباقي. بالظبط كده. اوكي. بس ما بنعممش حته ان هو الاي كيو بتاعهم عادي والاذكياء جدا، لا هي برضو دي جينات الله اعلم تبقى فيها ايه، بس هي اصلا تاست الاي كيو بيظلمهم. لان تاست الاي كيو بيبقى اكتر على الكتابه والقرايه والكتابه، هم اصلا مش عارفين يقروا ولا يكتبوا. فدي صعوبات التعلم. التاخر في الكلام ان هو مش قادر يكمل، مش قادر يتكلم، بس هو فاهم كله، فاهم عارف يقرا وعارف يكتب وعارف يعمل الكلام ده كله، بس هو مش قادر يطلع الكلام من جواه. عندك الناحيه الثانيه بيغلطوا دايما، بيختلطوا دايما ما بين صعوبات التعلم والاي دي اتش دي. الاي دي اتش دي لا ده نقص في الانتباه وفرط حركه. بالظبط. الفكره كلها ان هو عارف ومجمع وعارف كل اللي انت بتقوليه كله، بس هو مش قادر يقعد، يعني هو خلاص هو بيتنطط وعايز يتحرك وعايز كده. الحاجه اللي هو بيحبها قوي هيركز فيها 100%، اذر ذان ذات هو في حته ثانيه. يعني انا واحده من الناس، انا شخصت اي دي اتش دي على عمر قد ايه بقى؟ 33 سنه. انت قاعده وحلوه وهاديه وجميله، عشان انا مشكله بالظبط كده. ولا إيه؟ لا 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 لا، عايزه تقومي تنططي براحتك. لا لا لا، هي الفكره كلها ان هو الايدياز بتمشي في المخ بسرعه جدا. هو انا بعرف اقرا اللي قدامي اسرع من ان هو بيقوله. خلاص انت بتتكلمي معايا، انا عرفت انت هتقولي ايه الجمله اللي وراها، فانا مخي سابق بالظبط الكلام اللي بيطلع من اللي قدامي. هي دي الفكره كلها، ان انت ازاي تقدري تاهلي ابنك او بنتك ان هو يعرف يتحكم في الاضطراب اللي عنده. هي دي فكره التاهيل، مفيش كيور، مفيش علاج خالص. الفكره كلها انه يعرف يتاهل بالاضطراب اللي عنده، نعرف ازاي نمنوفر حواليه يعني. شايفه ازاي المدرسه ممكن تساعد في تاخر كلام او صعوبات التعلم، غير موضوع طبعا الشادو تيتشر ان هم يقبلوا اولا انت قلتي ان اي مدرسه تقبل اصلا ان يبقى في طفل في فصل طبيعي جدا وعادي جدا وهو متاخر في الكلام. بالظبط. تاني حاجه ان هو يقبل بالشادو تيتشر ان هي تكون موجوده مع الطفل المتاخر في الكلام. بالظبط. ايه كمان؟ طيب انا هقول لك على تجربتي انا شخصيا. انا المدرسه اللي عز فيها بعد 6 مدارس اترفض فيهم، بس يعني هي دي المدرسه اللي كده، انا كانت اكتر حاجه عجبني فيهم ان هم بيطلعوا السكيلز المدفونه في عز. ايه الموهبه بتاعته؟ الموهبه بتاعته في الماث، هديله ماث زياده. الموهبه بتاعته في المزيكا، هديله مزيكا زياده. طب ايه الحاجات اللي هو مش بيحبها؟ لا هاخد المزيكا وادخلها جوه الماده دي، فهيعرف يستقبل الماده دي اسرع. ازاي ان انا اخلي المنهج لايق عليه، يعني لايق عليه ان هو ايه؟ زي ما كنت بقول لك دلوقتي، ممكن مثلا هو بيحب الحيوانات بس هو مش فاهم مثلا الساينس، ازاي من الساينس من الحيوانات ادخل الساينس في الموضوع وهكذا. دلوقتي بقى كمان في اوبشن في المدارس، مدارس قليله قوي اللي في مصر تتعدى على ايد الصوابع الواحده يعني، اللي عندهم حاجه اسمها نيورو دايفرستي يونت. او يعني نيورو دايفرستي يونت دي اللي هي يونت جوه المدرسه، مكان جوه المدرسه بيبقى عندهم اخصائيين بييجوا المدرسه بيدوا للولد السيشنز جوه المدرسه. في المنطقه اللي هو بيحس فيها ان هو مرتاح وحواليه اصحابه اللي يعرفهم والوشوش اللي هو متعود عليها. بالظبط كده. وازاي يقدروا ياخدوا المنهج ده ويحوروه فهو قاعد بيلعب في المنطقه اللي هو بيحبها، فيقدر يستقبل المعلومه اسرع. المدرسه كمان دورها مهم جدا في حاجه مهمه قوي، ازاي اعلم الاطفال اللي حواليه يتقبلوه.
ويتعاملوا معي طبعا. بالظبط. ازاي يعني ما فيش حته لا هو ده غريب انا مش هتكلم معاه، ده مش عارفه ايه، ده ما بيتكلمش، ده ما بيعملش، ده بيزق. لازم الاطفال تبقى فاهمه من سن صغير قوي ان كلهم مختلفين، في العصبي وفي الهادي وفي اللي بيتكلم وفي ما بيتكلمش، بغض النظر عن الليبل او الليبل اللي بيتحط اللي هو ان عنده اي دي اتش دي عنده كذا، لانه دلوقتي كمان ما بقتش ناس تقول مش معترفه الاطباء بحته الليبلنج، لا هو المشكله اللي عنده هنحلها ايا كان هي ايه. بس ده اللي اقدر اقوله لك المدارس تقدر تساعد فيه وتساعد الامهات بقى. طيب هل في اماكن ممكن تساعد الامهات نفسهم ان هم ازاي يتعاملوا مع المواقف اللي زي دي، او ان هم ازاي يعرفوا يتعاملوا مع اولادهم اصلا؟ الاخصائيين اللي موجودين في السنترز بيساعد كتيره، في سنترز كتيره بتدي كورسز للامهات، في كورسز بتتعمل اونلاين الامهات تقدر تستقبل ايه، الدكتور النفسي اللي بتتابع معاه الام برضه بيقدر يقول لها هتعملي ايه لو عمل كذا هتتردي عليه ازاي، الكلام ده كله. اكتر حد انا استفدت منه طبعا غير الدكتوره، لان احنا كده كده ما بتشوفيش الدكتور كتير يعني، هو اكتر بتشوفي السنتر هو دوت اللي احنا بنتكلم معاه كتير، لا اعملي كذا، لا المشكله عندك في البوتي تريننج دي مثلا، دي حاجه صعبه جدا انت بتعملي لهم بوتي تريننج، يقدروا ازاي ان انت يساعدوكي، طب اعملي كذا، طب حطي الريورد كذا، تحطي له كراكرز معاكي، الحاجات دي كلها. ففي سيشنز كتيره قوي اونلاين نقدر نستفيد بيها. الام ازاي بتقدر تقيس مدى الطفل حصل على تاهيل مناسب او ان في تقدم في حالته؟ صدقي الطفل. صدقي الطفل. انا لسه كنت عامله ايه السؤال اللي الام تساله للطفل عشان تصدقه؟ لا صدقي تطوره، انتي بتريكوردي التطور بتاعه. تطور مثلا هو كان بيقول كلمتين ودلوقتي بقى يقول 4 كلمات، ولا كان كلمتين وثابت على كلمتين مده طويله. طب ثابت على كلمتين هبتدي ارجع للسنتر، طب هو ثابت ليه؟ طب هو مرتاح وهو دخول السنتر ولا لا؟ عارفه من اول باب من اول دخله السنتر لو هو ابتدى يعيط ويعمل لا نعرف في مشكله جوه، يبقى هو مش متقبل حد. الطفل اهم حاجه بالنسبه له ان الاخصائي اللي شغال معاه او الدكتور اللي شغال معاه هو متقبله، لو مش متقبله خلاص انتهى. خلاص. فانا حتى مسمياه عندي عز، مسمياه الرادار بتاعي، هو انا ببقى عارفه لو هو مش معجب بحد او مش حاسس ما فيش الكليك دي حصلت، لا نو واي هيعرف يطلع منه نتيجه. علاقتك بابنك قربت زياده. صح؟ جدا جدا يعني جدا، هو عايز اقول لك هو بيبقى حاسس بيا جدا. وانت كمان؟ ده اساسي، ده ببقى عارفه يعني مثلا اروح اقول لدكتور، مثلا رحت كذا دكتور اكلم مامتي ده مثلا دايما اقول لها، مامتي طبيبه، فاقول لها ماما بصي انا مش مقتنعه بالكلام، حاسه ان في حاجه مش انت صدقي نفسك، انت ام، انت جواكي الرادار بتاعك اللي يقول ده صح ولا ده غلط. فروح لدكتور تاني. انا عايزه اقول لك ان عايزه اصلا اتشخص غلط او مس دايجنوز زي ما بيقولوا، عايزه كمان تشخص توحد واي دي اتش دي، والحاجتين مش عنده. لا دلوقتي اي دي ما اقدرش اقول ان هو مش عنده، لسه عند سن ال7 سنين نقدر نقول عنده. لا التوحد مكتسب. ليه؟ لان عنده مشكله في ودانه، هو مش سامعنا لمده 5 سنين، هو مش سامعنا، فبعمليه صغيره ابتدى يسمع وابتدى يتكلم وابتدى يعني، ففي هو بحر. هو هتروحي الدكتور مخ واعصاب، ولا هتروحي الدكتور سمعيات، ولا هتروحي الدكتور نفساني، الموضوع كبير. فده اللي احنا بنحاول نساعد بيه الامهات بان هم يطلعوا ويحكوا حكاياتهم. والامهات ما ينفعش تخاف، ما ينفعش تقولي ما تخافيش تقولي ابن الكيس. عايز اقول لك الامهات ما بتقولش وهم داخلين يقدموا في المدرسه ان ابنها كيس، ودي كارثه طبعا، دي كارثه. المدرسه هتعرف ازاي تساعد ابنك، وحتى لو هي بتقبل او ما بتقبلش، بس يعني ايا كان لازم تقولي ولازم تفتخري بيه في ايا كان، سواء طبعا. بقى هو شاطر قوي في مدرسه مش شاطر، لازم تفتخري بابنك باي طريقه من الطرق. في كلمه كده دايما كوت بتقول different is good، دي الجمله اللي احنا فعلا عايزين نقولها لكل الاطفال في المدارس. أيوة. وكل الامهات علشان توجه اولادها كمان في البيت. أيوة. انه الاختلاف حلو جدا. يعني عايزه اقول لك انه مثلا هقول لك على حاجه، احنا في حد نعرفه بيرسونلي يعني كان برضو متشخص في وهو صغير جدا، ممكن شاطر خالص في المدرسه خالص والله لو سمى الطبقات على الارض، بس هو ذكي جدا وموهوب في حاجه واحده المزيكا. هو دلوقتي ما شاء الله عليه يعني مش قادر اقول لك يعني خلص الكونسرفتوار ودخل وعدى، فملهاش اي علاقه. هو هيلاقي انت الفكره بقى ان الام تلاقي السكيل والموهبة الخاصة بالطفل ده وتنميها. صح. بره خارج نطاق المدرسة او داخل نطاق المدرسة. مظبوط. طيب بعيدا عن التأخر في الكلام، الامهات اللي ولادهم لسه اول مرة هيدخلوا المدرسة السنة دي اول سنة ليهم، تنصحيهم بايه؟ الله يكون في عونكم، ده اول حاجة.
ربنا معاكم. ايوه رفعتين شكر الاول. ايوه هي الفكره ان انت ازاي تتصاحبي على الامهات اللي معاك في الفصل. يعني دي اهم حاجه، لان الامهات اللي معاك في الفصل هتعرف تخلي ولادها يتقبلوا الحته دي. يعني انا مثلا انا اول ما دخلت المدرسه رحت على الواتساب جروب لطيف كده، قلت لهم بصوا يا جماعه انا ابني كذا كذا كذا، وانا من قبل ما يزق حد فيهم انا بقول لكم انا اسفه، بس يعني ايه لو في اي حاجه بلغوني وكده. وابتدينا نتصاحب مع بعض. الحمد لله كان ربنا رزقني بمجموعه متفهمه. غيري مش يعني اقول لك ايه، ربنا ما ادهوش الهبه ديت او الجفت ديت بصراحه. فانا نصيحتي ليهم ان انتوا حاولوا ان انتوا تبقوا دايما فخورين باولادكم، ادوهم كل الاتنشن انتم هو محتاجينه. بعد المدرسه بلاش بقى سنترز وكده، خلي سنترز في الويك اند يخرجوا كتير عشان ما يبقاش فيه زي لود عليهم، ضغوط على الطفل. بالظبط كده. يعني انا بودي ابني 4 ايام مدرسه ويومين في الاسبوع السنتر. حلو قوي. والتمارين بقى، هي التمارين هتطلع طاقه بالذات للناس اللي عندها اي دي اتش. طبعا فرط حركه طلع طاقه بقى مش طبيعيه. وعمر بن الخطاب قال ايه؟ السباحه والرمايه وركوب الخيل. بليف ات اور نوت، احسن حاجتين للاطفال ديت السباحه وركوب الخيل. ورمايه كمان. يعني يا ريت بس هم يركزوا بس. شاهندة انت بجد نورتيني النهارده، وانا انبسطت بيكي قوي النهارده معايا في الاستوديو في ترانز. وربنا معاكي ويقويكي ويخلي لك ولادك يا رب. ربنا يخليك. ودايما تبقي فخوره بيهم، واكيد هم كمان فخورين بيكي جدا. ربنا يخليك يا ريم. ثانك يو سو ماتش. ميرسي ليكي. نورتيني. وانا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.